بدون أي مبالغة، هناك بعض العادات التي تشبه الجرائم والتي يرتكبها الرياضيون في حق أنفسهم وعضلاتهم دون أن يعلموا أن تلك العادات تؤدي إلى الفتك بعضلاتهم واستنزاف أليافها وحجمها بشكل مضر جدا. ومن شدة ضرر تلك العادات العشرة التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا التقرير، لن يفيد الالتزام بممارسة التمارين الرياضية من أجل الحفاظ على العضلات وعلى ضخامتها. بعد ممارسة التمارين الرياضية لعدة أشهر وظهور بعض النتائج الجيدة على أجساد الرياضيين، يصاب بعضهم بهوس من تناول الأطعمة خشية الزيادة في الوزن، وبالطبع هذا الأمر يؤدي إلى تدهور شديد في البناء العضلي وضخامة العضلات، فالتغذية الجيدة لا تقل عن أهمية التمارين فهي مكمل لها. فبدلا من الخوف كن متأكدا أنك ما دمت تتناول الطعام الصحي فإنه من المستحيل أن تزداد الدهون في جسدك على الإطلاق. الموازنة بين تمارين اللياقة وتمارين كمال الأجسام هو مفتاح التمتع بالشكل الجيد للعضلات والضخامة في نفس الوقت، لذلك هناك ثلاثة مشاكل تتمحور حول تمارين اللياقة البدنية كالركض ووثب الحبل والمشي. أولا، لا تقم بممارسة تمارين اللياقة البدنية لوقت يزيد عن 20 دقيقة ما دمت تنوي الحصول على كتلة عضلية ضخمة لعضلات تمتاز بشكل جذاب. وثانيا، لا تهمل تمارين اللياقة البدنية بشكل كامل كما قلنا، اكتفي بعشرون دقيقة فقط. وثالثا وأخيرا، لا تمارس تمارين اللياقة البدنية بشكل يومي حتى لا تسبب لألياف عضلاتك التهتك والإجهاد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى صغر حجمها وضعفها في نهاية الأمر. لا تمارس التمارين الرياضية داخل الصالات الرياضية للدرجة التي تشعر فيها بأنك سوف تسقط على الأرض من شدة الإعياء، فهذا الأمر ضار جدا بعضلاتك. بمعنى أن الجميع يخصص يوما لممارسة تمارين عضلات الصدر ويوما آخر لممارسة عضلات الكتف، وبالطبع هذا الأمر جيدا، ولكن في بعض الأحيان عليك أن تكسر روتين التمارين بعض الشيء وتخصص بعض الأيام التي تمارس فيها تمارين تستهدف جميع عضلات الجسم في يوم واحد. عليك أن تعي أن تمارين الإحماء التي تمد عضلاتك بالسخونة تجنبك الكثير من المعاناة، بل إنها تنقذ عضلاتك من الموت والإصابات، لذلك لا تهمل تمارين الإحماء مهما كانت مملة بالنسبة إليك. يجب أن تدرك أن لاعب كمال الأجسام ليس شخصا عاديا في العادات الغذائية، بمعنى أنك لا يجب أن تظل دون تناول طعام صحي يحتوي على البروتين لمدة 4 ساعات، فمعدتك تحتاج إلى الطعام كل 3 ساعات على الأكثر. وكما وضحنا في النقطة الرابعة، عليك أن تكسر روتين تمارينك وتغير أنواع التمارين كل 60 يوما، وأن تحاول تجربة تمارين جديدة حتى لا تشعر عضلاتك بالملل. بعض الرياضيين وخصوصا الهواة منهم، ما إن ينظر إلى المرآة ويرى بعض التحسن يطرأ على عضلات ذراعيه على سبيل المثال، تجده كل يوم يمارس تمارين عضلات الذراعين ظنا منه بأنه يقوم بالصواب. وبجانب شرب الكثير من المياه، عليك الحرص على تناول مخفوقات البروتين التي تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات لإمداد عضلات جسمك بما يحتاج إليه من غذاء. إذا أردت نتائجا وأن تحصل على ما تعبت لأجله، فلا تسهر على الإطلاق،
واحرص على الحصول على ساعات من النوم تتراوح ما بين 6 إلى 9 ساعات يوميا من النوم الليلي المتواصل دون انقطاع. إذا أعجبك الفيديو لا تتردد في الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة.